كانت في السماء طبعا. بعد 6-1 6-1 الفريق كان مكتمل ما عدا خالد بيبو، كان خالد وحد سعيد. كمان وابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد صح. بس دي ما كانتش بتشكل مشكله بالنسبه لنا، لانه ماتشين قبل كده خالد بيبو لعب ضدنا وكنتوا حافظينه. كان بيتغير لانه كان كان حافظينه فكان بيتغير، فمش ده القصه. مش دي المشكله، المشكله انه يعني، ودي حاجه انا بفتخر بيها. يعني انا اشتغلت مع القناه، اشتغلت مع المصري، اشتغلت مع الاسماعيلي، شوف عدد السنين واضرب في عدد الماتشات، ما فيش مباراه حصل فيها مشكله مع النادي الاهلي. طبعا طبعا. ده ليه؟ بيثبت لك انه الاعداد للمباراه، الاعداد النفسي بتاع المدرب هو اللي بيوتر الدنيا وهو اللي ممكن يهدي الدنيا، فكان دايما اكون حريص انه المباراه تخرج بروح رياضيه عاليه، مفيش اعتراض، مفيش رد، مفيش تشويح، مفيش لعب خشن بدون داعي، مفيش اساءه، مفيش رد فعل غير مستحب، وبالتالي المباراه او كل المباريات اللي لعبناها مع النادي الاهلي طلعت بشكل ودي وبشكل رياضي. الماتش ده صادف، لا وانا اسف يا كابتن، الماتش ده كان فيه 80,000 80,000 هي جت وحدها بينه وبينك، او ربنا اراد انه صادف وفاه مرحوم كابتن صالح سليم في هذا الاسبوع صح. او هذا التوقيت صح. فانا صرحت تصريح اعتقد يعني انا صرحته من قلبي تلقائي، وما كانش الهدف منه ان انا اخذ رد فعل. قلت انه لو قدر لنا الفوز ببطوله الدوري ف اهديه الى روح المرحوم صالح سليم. طبعا انا فاكر وقلت لك الكلام ده طبعا. فوجدت قبول عند الجمهور، دي نمره واحد. نمره اثنين، لما رحنا الملعب فانا عاده بنزل اخر واحد مظبوط، وما كنتش قدمت العزاء للكابتن طارق سليم الله يرحمه، فطلبت منكم كلكم انه ندخل الملعب في هدوء بدون جري، بدون اشارات لا للجمهور الاسماعيلي ولا للجمهور الاهلي، وذهبنا مباشره الى دكه النادي الاهلي. مظبوط. قدمنا واجب العزاء. العزاء مظبوط للكابتن طارق سليم، كان مدير الكوره، وللجهاز وللاعبين وللاعبين. وبعدين طلبت منكم ان احنا نعمل دايره حوالين الملعب في نص الملعب، وعملنا تحيه للجمهور وتسقيف للجمهور. مظبوط. في اللحظه دي قبلها حضرتك كنت نازل قدامنا، ودايما انت معاك ما بتنزلش الملعب الا في الاخر خالص. اللي حصل ايه لو الناس فاكره المنظر ده؟ جمهور الاهلي كله اللي كله في الاستاد، وجمهور السعيد الاسماعيلي اللي في الاستاد، كلهم سقفوا للنادي الاسماعيلي، وبالتالي بدات المباراه بروح رياضيه ما فيهاش بدات المباراه رياضيه، اصبحت المباراه في الملعب ما فيهاش ما فيهاش مشاحنات. نيجي بقى في الملعب نفسه، الجمهور استمتع، وعشان كده كانت افضل مباراه في تاريخ الكره المصريه. ما عادش يعني مش يعني جمهور الاهلي عايز الاهلي ياخد البطوله صح، بس كان مستمتع باللعب ومستمتع بالاهداف. يعني الاهداف اللي جت، الثمان اهداف اللي جت يعني فيها ذكاء وفيها تكتيك وفيها اداء عالي، والمباراه كانت يعني رايحه جايه، يعني فيها اثاره غير طبيعيه. يعني الاسماعيلي كان بيتقدم، الاهلي يقوم يتعادل، الاسماعيلي يتقدم، الاهلي يقوم يتعادل، انا ابدا اشعر باحساس ان المباراه بتروح. لكن بيني وبينك بقى، اول مره اصرح، اتفضل، انا الفائز الوحيد في هذه المباراه، سواء الاسماعيلي فاز او الاهلي فاز. انا انتمي لهذا النادي وانتمي لهذا النادي، وعلى فكره انا بكن احترام وتقدير للنادي المصري، النادي الاسماعيلي، النادي الاهلي طبعا، نادي القناه، كل الانديه اللي انا بشتغل فيها او اشتغلت فيها يعني ليهم مكانه عندي وتقدير طبعا. نيجي على نهايه المباراه. طبعا لما كان الاسماعيلي متقدم 3-2، جوزيه عمل الحركه اللي هي بقول لك 15 واحد بيلعبوا، 15 واحد راس حربه، بقيت 20 راس حربه في الملعب. فبقيت مش عارف انا كمدرب، ويندع عليا يقول لي تعالى هتلعب، هو خليك زي ما انت. بقيت مش عارف مين يمسك مين في الملعب، يعني وعدل النتيجه وتقدم بالنتيجه.